اسمع يا ابو نسيم، اسمع الكلام. ان تتم عليهم حجهم في خير وسلام. اخوتي في كل مكان. وين ابوك؟ وين ابوي؟ وين مع علم ليبيا الله يجزاك خير؟ وين ابوك؟ ما ادري. هناك جهه معنيه في وزاره الحج. مساكم الله بالخير. اهلا وسهلا، مساكم الله بالخير، حياكم الله. طيب الحين انت مرات تنزح شوي عندك صحيح وخر ادور ابوي، ادور ابوي، انت ابوك موجود؟ يمكن ابوي من علينا ما حد، يمكن انت موجود، ادور ابوك راح متزوج يمكن وعلم عليهم يا عم. على طريق ابوي الحين ما دق عليك؟ حتى ما دق علي. وين دق علي؟ مشغول بهالحكي والزحمات والعالم، كل شوي بدق علي. ابوي انا ما دق. أبوك ما أبوه؟ وش فيك أنت يا نوس؟ طق دائما يونس هالكلام هالسؤال يجي تقار من أخوك؟ حين شوف قاعد يقول أنت ولد تركي وهذا ولد علي. لا أبوي اسمعاني حتى مثل أبوه. إيه تنكت شو جي أبوك طلع ده؟ نعم عليك. كيف تسلم علي يا عم؟ سنة ما صدق. حبيب حبيب أنت حبيب. أنا يونس. يا عم قريب الذين جاءوا كل واد صحيح. انا اسمع يا عم، انا اسمع خلاص. دور ابوي يجي الحين. لا يزيد طول هذه المجسات الصغيرة المريشة عن مليمترين. عند الغطس يستحق الأمر التوقف بواسطة أذرع الأخطبوط. لا يزيد طول عاد كليا وش القناة بواسطة أذرع الأخطبوط. ما حيوان هذا، وش دخلها بالحج هذا؟ ما عارف شو تغير. وشو ما دامك ما تعرف شو تغير؟ شو تغير ما دامك تعرف؟ تعال ما تعرف. تعال يا نواب سام، تعال شوف ذا شو يغير. أنا قايل لك شو وشلون تلمس وش؟ قم هناك يم، قم هناك. تعال مروان هو اللي فاهم سبحان الله بالتكنولوجيا والتقنية هذا. تعال مروان شو يا أتوقع هذه شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.